لاكتشاف 30 موقع سياحي خلاب بجهات طنجة تطوان الحسيمة. مرحبا بكم معنا في الجهه ديال طنجه تطوان الحسيمه. الرحله ديالنا مازال مكملينها في تامو دابي، واليوم غادي نعرفكم على مجموعه من الانشطه للترفيه والاستجمام اللي تقدروا ديروا هنا. على الشريط الساحلي المتوسط لتامو دابي عندكم بزاف الاختيارات للرفاهيه والاستجمام، بحال لاتالاسوثيرابي او العلاج مياه البحر اللي تقدروا ديروها العام كله، وعاوتاني حتى فوقيت البرد عندها شغم اخر، حيت هنا يمكن تعوموا في هذا المسبح الطبيعي بالماء ديال البحر دافي بكاع لو بيانيتغ ديالو، والبحر قدامكم. من غير لاتالاسو لتجديد لياقتكم البدنيه كنصحكم باليوغا على البحر في وحده من المراكز اللي كاينه هنا. وحتى الا كيعجبكم الجولف تقدروا تلعبوه في كابو نيغرو اللي كيطلع على البحر. في الاخر ديال النهار ديالكم كملوا في واحد من مراكز ديال السبا اللي كاينه هنا. كاع هادشي اللي شفنا كتبقى تامو دابي بالمنتجعات اللي فيها وجهه مخيره الا كتقلبوا على الرفاهيه الاستجمام والراحه. ايوا كنتمنى باللي كاع الانشطه اللي شفنا اليوم عطاتكم الرغبه باش تجيو لتامو دابي وتجربوها. رحلة ديالنا اليوم سالت، ولكن غدا كتستنى لها مغامره جديده، ودائما في الجهه ديال طنجه تطوان الحسيمه. سلامه.